الناس عارفة ان في حساب ملكين، انما هو يحسب الملكين ده حدش عارف، حدش عارف. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فيأتيه ملكان فينتهرانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. فينتهره ويقول له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هو ايه ده؟ طب انا جاوبت خلاص. طب ما انت قلت لي من ربك، قلت لك ربي الله، قلت لي نبيك مين، قلت لي نبي محمد، بينتهرني ليه وبتسألني تاني ليه ونفس السؤال ليه؟ يعني حتى ما هو السؤال تاني وبتسألني بالطريقة دي ليه؟ ما اخوانا، انا لما ابعت ابني مثلا مشوار وانا بقول له: اوعى تروح لفلان، الولد ده بالذات وحش، اوعى تروح له. فالواد يجي، ابني يجي اخر الليل وانا شاكك انه راح لفلان، فاقول له: كنت فين؟ يقول لي: كنت عند عمتي مثلا، او كنت مش عارف اي كلام بقى. فانا عايز اعرف هو صادق ولا كذاب، اقوم اعمل ايه؟ اقوم حاطط عيني في عينه اقول له: ايه؟ بقول لك كنت فين؟ لو هو كذاب يحصل ايه؟ هتلجلج، هيبان. او بالظبط كده سؤال الملكين، بيقولوا: من ربك وما دينك وما النبي؟ فهو ممكن يكون شاكك، بس يعني الخوف خلاه يقول اي اقرب اجابه ليه. ها، يمكن تطلع صح: ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد. ها، غالبا الاسلام هو اللي كان صح وغالبا محمد هو اللي كان صح. خدوا بالكم يا اخوانا الالفاظ معناها ايه. فينتهره، يقوم ملك من الاثنين يمسكه يقول له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبي؟ انا بقول لك ايه هو دينك، بقول لك مين هو نبيك. لو هو شاكك في دينه مش هيجرؤ ان يقولها تاني. يبقى الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان الملكين مش جايين، انت ما انتش عارف دول تبع مين اصلا. معناه ان حساب الملكين في القبر، ما حدش عارف الملكين دول تبع مين. وهذه سبب خطورة حساب القبر. الناس فاكرة ان حساب الملكين في القبر واتنين جايين لك لابسين غطرة بيضة وجلابية بيضة لنصف الساق، والسواك طالع من جبل القميص ومسكين المصحف وعلامة الصلاة من عينيهم، ويقول لك: يا اخي يعني من نبيك؟ يعني نحن من عند الاحد. يعني انت ما انتش عارف دول مين اصلا. اللي شاكك في دينه مرعوب، ما هوش عارف دول تبع انهي دين، ما بيقولولوش هم مين. عشان كده في حديث ابي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيجلس مرعوبا خائفا فيقولان له: ارأيتك؟ ده حديث تاني. ارأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم؟ الرجل اللي كان كل ما بيتقال اسمه في البلد اللي انت كنت عايش فيها كانت الناس بتقول عليه الصلاة والسلام: ارأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما بيقولوش هو عليه الصلاة والسلام. ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ قل لنا بقى انت رأيك في ايه. الرجل اللي كان كل الناس في بلدكم بيقولوا عليه الصلاة والسلام، رأيك في ايه؟ فيقول: اي رجل، اي رجل، كلام مين؟ فيقولون له، فيقولان له ايه؟ محمد. يا عم ما بيقولوش عليه الصلاة والسلام. ما لو قالوا عليه الصلاة والسلام هيقول بس، يبقى هو محمد عليه الصلاة والسلام. ما بيقولوش فيقولان محمد بس كده. كان في واحد اسمه محمد، كان الناس مؤمنة بانه جاي من عند ربنا. انت رأيك فيه ايه؟ رسول ولا مش رسول؟ فيقول: لا ادري. مرعوب ينطق، مصيره متوقف على اجابة، وما هوش عارف هم تبع مين، هم تبع انهي دين. فيقول: لا ادري، سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. كانوا يقولوا عليه الصلاة والسلام، فانا كنت بقول عليه الصلاة والسلام. فيقولان له: على ذلك عشت، وعليه مت، وعليه تبعث ان شاء الله. وفي رواية: على الشك عشت، وعليه مت، وعليه تبعث ان شاء الله. تعيش تشاكك في دينك، ما قريتش المصحف ليه؟ عشان تعرف دينك. الشاب اللي في صدره شبهات من برنامج توك شو سمعه، يا عم روح الليلة افتح اي حتة من القرآن، اي حتة، اقرأ خمس ست صفحات وشوف قلبك حصل فيه ايه. شوف كلام ربنا. ما وقفتش قبل الفجر تقول: يا رب ارزقني اليقين ليه؟ هو مصيرك ده ما كانتش قضية شغلاك.